وهناخد ان شاء الله تعريفات جديده باذن الله. فاحنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت على فكره الذكاء الاصطناعي، هناخد بقى النهارده شويه في الذكاء الاصطناعي، شويه تعريفات اكتر، وفي نفس الوقت ممكن نبدا مع بعض فكره البرمجه ايه هي وهنبدا ازاي. بس عشان نبدا بدايه كويسه انا هستعين بواحد صاحبي اعرفكم عليه دلوقتي، تمام؟ هنبدأ هعرفكم بزيكو. زيكو ده روبوت، الروبوت ده هيساعدنا في كل حاجة. يعني احنا بنشرح هنلجأ لحاجة مش واضحة، زيكو ده يعني تدليع الذكاء الاصطناعي، هيساعدنا في ان لو في حاجة مش واضحة يشرحها لنا. لو انا قلت حاجة مش واضحة قول لنا لو سمحت، عايزين ايه نعرف ايه الحاجة ديت، فهو ممكن ايه يشرح لنا الحاجة دي. زيكو زينا كده، ايه لازم ناكل عشان نروح المدرسة، لازم ناكل عشان نعمل الواجب، لازم ناكل عشان نلعب. فزيكو برضو عايز ياكل، هو بيختار طعميه. الاكل بتاع زيكو الروبوت اللي هو ان انت تديله بيانات، يعني انت عايز زيكو ده يبقى شاطر معاك لازم تديله معلومات، كل شويه تبدا تديله معلومه معينه، تبدا تديله كذا. لو انت زيكو ده ما اديتوش اي معلومه مش هيقدر ان هو يشتغل معاك خالص، مش هيقدر ان هو يفيدك في حاجه خالص. فعشان كده كل شويه هنديله معلومات، وفي مقابل كده لو عزنا اي سؤال هو هيجاوبنا على السؤال دوت. فهمنا كده؟ يعني لو انا عايزه مثلا يفرق لي بين الكرسي والترابيزه، او يفرقني بين القطه والكلب، لازم الاول اديله صور الترابيزه كلها، صور ترابيزات كتير، واوريله صور مثلا كراسي كتير، فهو يبدا يفرق بينهم. لازم اديله البيانات دي، هنبدا نشوفها مع بعض ازاي. كل شويه زيكو هيجي معانا، ماشي؟ طيب ايه هو الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي ان الكمبيوتر يحاول يفكر زي البشر، بمعنى ان لو انا اديته مهمه والمهمه دي فوجئ بحاجه غير متوقعه ما يقفش ما يتعطلش. يعني لو انا قلت له روح اعمل كذا واديته خطوات، في البرمجه العاديه انا بقول له اعمل 1 2 3 4، لو فوجئ ان اللي قدامه لعب لعبه او عمل حاجه او هو جه ينفذ حاجه ما لقاهاش هيقف. انما الانسان ممكن ان هو ايه يتصرف، ممكن ان هو ياخد قرار من نفسه. فهي دي فكره الذكاء الاصطناعي، ان هو يبدا ان هو يبقى عنده قدره على الابداع، يبدا ان هو يحل المشاكل، يبدا ان هو يستنتج حاجات من نفسه، يبدا ان هو يعمل قياس. مثلا يعني انا قلت له ايه روح اشتري لي حاجه معينه مثلا كيس شيبسي فما لقاهاش، فيبدا يشوف ايه الحاجه اللي زيها. قلت له روح اشتري لي مثلا فاكهه معينه، فهو يبدا يشوف هل في فاكهه تانية قريبه منها ولا لا، بحيث ان هو يبدا ان هو يدور على الحاجه ديت. فهيفيدني كتير قوي، ومن ضمن الحاجات ان هو يقدر ان هو يتكلم معايا، يقدر ان هو اساله سؤال فيجاوب عليه، عنده اي استفسار يبدا ان هو يجاوب عليه. فهو عنده امكانيه ان هو يبقى كرييتيف، يبدا يعمل ابداع، يبدا ان هو يفكر في حاجات انا ما قلتلوش عليها، يقدر ان هو يفهم انا بتكلم في ايه. في حاجه اسمها بروبلم سولفنج، لو في مشكله هو يحلها من نفسه. يعني هو الكمبيوتر في العادي ما بيحلش المشاكل، هو انا ببرمجه على حاجه معينه، انما في الذكاء الاصطناعي ذكي. يعني ايه؟ يعني يقدر ان هو يحل المشكله، يبدا ان هو يفكر في حلول ليها، لوجيك، بيفكر بمنطقيه، يبدا يشوف هل الحاجه دي فعلا منطقيه ولا لا. فاحنا عندنا ممكن نقسم الذكاء الاصطناعي 3 اقسام، تمام؟ نارو يعني ما بيعملش غير حاجه واحده بس، زي مثلا ايه اتبرمج ان هو يلعب شطرنج بس، اتبرمج ان هو يطبخ، تمام؟ يعني انا عملت روبوت بيطبخ ما يعرفش يعمل حاجه تانية غير الطبيخ. لو لقى طفل قدامه بيبكي ما يعرفش يتصرف، لو لقى حد عيان ما يعرفش يتصرف. انما الذكاء دلوقتي بقى ايه؟ بقى ان الروبوت موجود في البيت، لو لقى حد مثلا ما بيتحركش فيبدا يتصل بالاسعاف، يعمل حاجات انا ما قلتلوش عليها، ما يتبرمجش عليها. لذلك اللي شغالين في الذكاء الاصطناعي زي شات جي بي تي واكتشفوا ان الناس بتكتب بتقول لهم احنا عملنا حاجه مع الذكاء الاصطناعي هم ما كانوش مبرمجينه عليها، هو بدا يتعلم من كتر الاسئله. يعني يقولوا له ايه اعمل لنا الاسئله في جدول، فيبدا ان هو يظبط له في جدول وهكذا، فبقى في ابداع، تمام؟ اللي هو ايه الجنرال. يبقى احنا عندنا نوع نارو اللي هو قليل، اللي هو حاجه واحده بس متخصص فيها، هو متخصص في الطب بس ما يفهمش في حاجه ثانيه غير الطب. في الجنرال ان هو بيشتغل في اكتر من حاجه. في السوبر ان هو يفكر زي الانسان، يوصل ان تفكيره يبقى عامل زي الانسان. طيب ده من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان تعدد الحاجات اللي ممكن يعملها. ممكن نقسمها من حيث هل هو عنده رد فعل ولا لا. يعني العادي ان هو عنده رياكتيف، ان لو حصل حاجه هيعمل حاجه، لو مثلا حد اداله حاجه يرد عليه بحاجه تانية.
حافظ هو شويه حاجات. بمعنى ايه؟ انا احفظه لما حد يقول لك السلام عليكم تقول له ايه؟ لما حد يقول لك السلام عليكم تقول له ايه؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام. لو حد قال لك مثلا شكرا هتقول له عفوا، جزاكم الله خيرا، جزانا واياكم. حفظته بعض الحاجات، لكن هو محدود، ما يقدرش ان هو يبتدي حاجه جديده. تمام؟ يعني لو حد قال له حاجه هو مش متعود عليها هيقف. في مثلا سمارت هوم، السمارت هوم والبيت الذكي، ان انت بتدخل وتقول له ايه؟ ادي النور او اطفي النور. طب قدر واحد مثلا اللهجه بتاعته مختلفه، لهجته جزائري او خليجي او سوداني، فقالها له باللهجه بتاعته. في الاولاني مش هيقدر يتصرف. ليه؟ لان هو ما اتعودش على اللهجه دي، او مش قادر ان هو يحسن نفسه. تمام؟ انما مع الاجهزه الحديثه والتطور في الذكاء الاصطناعي بقى ممكن هو يفهم انت عايز ايه. يعني ممكن تقول له ايه؟ يا انا مش شايف حاجه قدامي، فهو ترجم انا مش فاهم حاجه قدامي لايه؟ لاشعل النور او ترن اون لايت، وهكذا. فبيبدا ان هو يتعلم مني ويبدا ان هو يطور نفسه بنفسه. تمام؟ في بقى ان هو عنده ذاكره ويبدا ان هو يتعلم من كل اللي فات ويبدا ان هو يتدرب على حاجه جديده. وفي عند اخر حاجه بقى اللي احنا لسه ما وصلناش، ان يبقى عنده وعي ذاتي، يعني يقدر يحس بالغضب ويحس بالانفعال وهكذا. دي احنا لسه بعيد جدا عنها. تمام؟ زي ما احنا قلنا الذكاء الاصطناعي بقى موجود في حاجات كتير معانا في الحياه. يعني طول الوقت انت بتتعامل مع الذكاء الاصطناعي. يعني كان في كتاب حلو قوي لسه بقراه، تمام، كان بيتكلم عن التطور في الذكاء الاصطناعي. دلوقتي مثلا خلينا نرفع كتاب مثلا في جوجل درايف واوريكم انا قصدي ايه. جوجل درايف بقى اصبح مجرد ان انت ترفع الكتاب هو يبدا ان هو يفهم الكتاب ويبدا ان هو يجاوب على اسئلتك اللي فيه. تمام؟ خلينا نشوف ملفات بي دي اف كده. هو مش لازم بي دي اف، ده مثلا كتاب بيتكلم عن الاستدامه. ليد الاستدامه اللي هي ان احنا نعمل حاجه صديقه للبيئه. تمام؟ فالكتاب كبير، فبدل ما انا اقعد اقراه ده انا ممكن اقعد اساله بقى لخص لي الكتاب دوت. هنشوف مع بعض ازاي اصبح ده موجود في كل التطبيقات اللي موجوده. بص شايف الزرار دوت، دي حاجه اسمها جيميناي. ماشي؟ جيميناي ابدا اساله بقى اقول له ايه؟ لخص لي الكتاب. يعني انت جالك كتاب كبير فممكن تقول له ايه؟ لخص لي الكتاب. هو بيقول لي ان اللغه مش قادر اتعرف عليها. طيب ممكن اساله بقى شويه اسئله اقول له ايه؟ الكتاب ده بيتكلم عن ايه؟ تمام؟ اصبح دلوقتي كل البرامج اللي بتقرا البي دي اف بدات تتجه انها تدخل فيها الذكاء الاصطناعي، بحيث ان هو يلخصه لي. هو قال لي ده في حاجه اسمها كفاءه استهلاك الطاقه وكفاءه استهلاك الميه وجوده الهواء الداخلي. فبدل ما اقعد اقرا 150 صفحه هو لخص لي الكتاب كله في صفحه واحده تقدر تقراها وايه؟ تبقى فاهم الكتاب بيتكلم عن ايه. ولو حابب ان انت تقرا الكتاب تقراه. يعني عندك المنهج بتاع المدرسه تقدر ان انت ترفعه وتبدا تساله بعض الاسئله، فهو يبدا ان هو يشرح لك الحاجات اللي موجوده في المنهج بتاعك. ممكن تقول له اشرح لي كطفل عندي 10 سنين 8 سنين، فيبدا ان هو يجاوب عليك. تمام؟ ففكره ان الذكاء الاصطناعي بقى موجود في كل حاجه دي حاجه رهيبه. انا دلوقتي بستخدم حاجه زي الباوربوينت، يعني حاجه تعمل عرض تقديمي. هوريكم حاجه انا مسطبها مثلا اكستنشن هنا، بقول له حاجه اسمها سلايد اي اي. يعني ايه سلايد اي اي؟ يعني انا اقول له اعمل لي موضوع عن كذا. انا مثلا عايز اتكلم عن عربيات ذاتيه القياده، فاقول له ايه؟ اعمل لي موضوع عن سيلف درايفنج كار. هو يبدا ان هو يعمل البرزنتيشن كله. تمام؟ فلو انا حاولت ابدا من الصفر هاخد منه وقت كتير قوي. ده هو هنا يقول لي ايه؟ انا ممكن اديني بس العنوان وانا هبدا ان انا اكتب لك المقاله واقسمها على كذا شريحه وتبدا ان انت تعرضها. تمام؟ فبيقول لي انا مفروض ان انا جربته كذا مره واستهلكته يعني. بس هو فكرته كده، بديله العنوان وهو يبدا ان هو يعمل لي البرزنتيشن كله. تمام؟ يبدا ممكن اقول له ايه؟ فروم يوتيوب، يعني اديله فيلم يوتيوب، فيديو يوتيوب لمده ساعه، هو بقى يعمل لي موقع كامل من خلال الفيديو دوت، يبدا يلخص لي الكلام. مره انا كنت اديت محاضره وصوت، وبعد كده طلب مني ان انا اكتبها لهم بحيث انها تتنشر في كتاب. فدخلت على موقع زي دوت وقلت له خد الصوت ده اكتبه لي، فكتبه.
كتبه بالحرف زي ما هو زي ما انا قلته بالظبط. قلت له اكتبه لي في صيغه اكاديميه، يعني ما تحطش كلام اللي هو ايه بالمصري، خليها بالعربي، خليها بالعربي الفصحى، وخليها اكاديمي، الغي اي كلمات عاميه. فعمل لي الموضوع دوت، فلقيت الموضوع كله جاهز، قريته مره اتنين تلاته، صلحت الاخطاء ورحت بعته 12 الحمد لله. فالموضوع بيوفر لي وقت كتير قوي. طيب خلينا نشوف ايه الحاجه اللي بعد كده. طيب ده مثلا ادوب فاير فلاي، ده بيديني برضو شويه امكانيات حلوه. تمام، بيديني مثلا ان انا اعمل جنريتيف اي اي، ان انا ادي له تكست يبدا ان هو يعمل لي الصور اللي انا عايزها. يعني لو انا عايز صوره مثلا جمل في وسط الصحراء او جمل في وسط الميه، يبدا ان هو يعملها لي اللي هي تكست تو ايمج. وعندي حاجه اسمها جنريتيف فيل. طيب تعال نشوف الجنريتيف فيل دوت عباره عن ايه. فكرته حلوه قوي. يعني زمان مثلا لو انا معايا صوره واحد لابس مثلا قميص، ممكن اقول له ايه، لا غيرها لي الواحد لابس بدله مثلا، او غير لي الخلفيه كلها لبدل بحر خليها لي تبقى على شكل السماء بتاعتنا. فدي كلها امكانيات كانت زمان بتاخد منا وقت. دلوقتي بقى الذكاء الاصطناعي مش محتاج ان انت تتعلم برمجه، مش محتاج اجهزه غاليه، مش محتاج الامكانيات اللي كانت موجوده زمان، بس القوه بقى ان انت تتعود ان انت تستخدمه. ساعتها هيبقى قدامك فرص كتير قوي ان انت تبدع في الذكاء الاصطناعي دوت، ان انت اتدربت عليه واشتغلت عليه كويس وجربته كتير. حتى دلوقتي بقى موجود في قلب الويندوز نفسه، تعالى اوريلك ازاي. في زرار هنا اسمه كوبايلوت موجود تحت، المفروض ان هو بينزل مع الويندوز دلوقتي او في اخر تحديث بينزل، ولو ما نزلش هوريك تسطبه ازاي. كوبايلوت دوت بايلوت يعني طيار، كوبايلوت يعني مساعد طيار، يبقى هو المساعد بتاعك، هيساعدك في كل حاجه انت عايز تعملها. تمام، هنشوف دلوقتي ازاي. انا دوست عليه هيبدا يفتح. لو انت عندك اي سؤال تقدر تساله له، وممكن تقول له غير لي خلفيه الشاشه بتاعتي، لان هو متصل بالويندوز، جزء من الويندوز، فممكن تقول له اعمل لي حاجه في الويندوز، اقفل لي الكمبيوتر بعد نص ساعة، فيقفل لك الكمبيوتر بعد نص ساعة. تمام؟ ممكن تقول له لخص لي فيديو معين، فيبدأ إن هو يلخصه لك. أنا كنت بسأله بعض الأسئلة. تمام؟ فبيبدأ إن هو يجاوب. وممكن ترفع له صورة، ممكن تدي له موضوع معين، سكرين شوت مثلا، هو يبدأ إن هو يوصف لك الحاجة ديت. ماشي؟ يعني ممكن أدي له سكرين شوت كده، وأقول له وصف لي الحاجة دي. ممكن انت لقيت صوره في كتاب مثلا ومش فاهم الصوره دي بتاعت ايه، فتقول له ايه خد الصوره دي واشرح لي دي. يعني ابني مثلا بيحب يعرف انواع العربيات وانا ما اعرفهاش، فهو يصور العلامه بتاعت العربيه وهو يقول له العربيه دي نوعها ايه مثلا، ايه هقول له اصف لي الصوره. ابسط حاجه يوصف لي الصوره، فهو بقى يبدا ان هو يوصف لك. ولو عايز ينطقها لك هتقول له ريد الاود، يبدا ان هو يقرا لك الكلام المكتوب. بيقول لي الشاشه من واجهه كمبيوتر فيها عنصرين رئيسيين وفيها كلام بالعربي وفي منظر فيها سمكه بتسبح في الشعاب المرجانيه. طيب خلينا نيجي مثلا على الصوره دي مثلا، وانا ممكن اتحكم بقى اقول له ايه اللي انا عايز امسحه، اقول له مثلا اد او سبتراكت، عايز امسح حاجه او انسيرت، تبدا بقى تمسح الحاجه. عايزين نخلي ايه بدل المناره ديت، انت بقى تكتب اللي انت عايزه مثلا تري، وتقول له جنريت، فهو يبدا يعمل لك الحاجه دي. ممكن تقول له انا عايز برج ايفل، يبدا يعمل لك برج ايفل في المكان دوت، مجرد ان انت كتبتها وهو يعملها لك في 5 ثواني 10 ثواني حاجات زي كده. فده جنريتيف فيل، ممكن واحد لابس قميص او بدله او كذا تقول له غيرها لي. تمام، تبدا بقى تشوف ايه الصور، لو ما عجبكش ولا صوره قول له لا انا عايز صوره تانية. تمام، خلينا نرجع ونقول له احنا عايزين بالم مثلا، نخله مثلا.
ونبدأ نشوف هيعملها ازاي. اهي بدأ يعمل لنا نخلة، اتنين تلاتة، تبدأ بقى تشوف لو هما اتنين دول دي اللي صح ودي غلط، ممكن تقول له مور فيبدأ يجيب لك نخل تاني، تمام؟ لو عجبتك واحدة فيهم هتقول له كيب، وتبدأ بقى ايه تكمل شغل على الصورة. ممكن اقول له سيلكت باك جراوند فعلم لي على الخلفية بحيث لو انت عايز تحذفها كلها مرة واحدة. طيب خلينا نرجع نكمل الشرح بتاعنا. طيب دي مثلا صورة، حطيت صورة الأهرامات وقلت له خليها لي كأن في جليد، فبدأ يعمل لي صورة الجليد، وكان الموضوع سهل جدا من خلال حاجة اسمها بينج ايمج كرييتور، ده ممتاز جدا، تمام؟ اديت صورة الجامعة وقلت له غيرها لي التصميم بتاعها، فبدأ يغير لي التصميم بتاعها. هنا قلت له اديت صورة فيلا، وقلت له الفيلا دي خليها لي على شكل مثلا ايه زي جوهرة أو مبنى يكون شكله حلو، فبدأ عملها لي فعلا. نجربها. موقع هو اسمه بينج، هقول له مثلا ممكن تقول له بالعربي حد يقترح عليا فكره كده او عايز صوره لايه؟ انا بظهر لي الشاشه. انت بيظهر لك الشاشه كل ده؟ اه. طب ثواني ثواني ثواني، طب قول لنا. طيب معلش ولا انا. طيب خلاص هعمل لكم شير دلوقتي. ظهرت لسه؟ هتظهر معاك كويس. ظهرت ظهرت. تمام. الفيديو مسجل برضه عشان لو حد حابب ان هو يشوفها، تمام؟ طيب خلينا نقترح كده صورة معينة، وليكن مثلا عايزين صورة ايه؟ نعمل صورة ايه طيب؟ مثلا أرنب وأسد، تمام؟ ونقول له بقى ايه يعمل لنا صورة. تمام؟ دي كلها صور معمولة بالذكاء الصناعي، ما خدش وقت خالص. اهو فبدأ يعمل لي الصور ديت. لو الصور عايز تحسنها مفيش مشكلة، تقدر ان انت تعدل عليها زي ما انت عايز. اهي ارنب وسلحفاة. طيب انا عايزهم صور حقيقية، فاقول له ايه؟ صور حقيقية مثلا، لان هي جمال بس ككرتون. ممكن تقول له انا عايز ارنب شرس، عايز ارنب مثلا الارنب هو الشجاع والاسد جبان وهكذا، فتبدأ تغير في الكلمات لحد ما توصل للصور اللي انت عايزها. ممكن الصور دي بعد كده تجمعها وتعمل بيها قصة مثلا، فجابها لك ايه صور حقيقية أكتر من الأول. طيب اللي أنا كتبته ده اسمه برومت، برومت يعني بطالبه بإن هو يعمل لي حاجة، فبكتب له وصف للصورة ويبدأ إن هو يحول لي الوصف ده لصورة أقدر إن أنا أشتغل عليها، أقدر إن أنا أحطها في البرزنتيشن بتاعي، أقدر إن أنا أشاركها فيها. تمام؟ فاحنا عندنا، احنا اتكلمنا عن حاجه اسمها الذكاء الاصطناعي، اللي هو ان الكمبيوتر يبقى فاهم ايه اللي انا عايزه يعمله لي، يقدر ان هو يساعدني في التخطيط، يقدر ان هو يتكلم معايا. في حاجه اسمها ناتشورال لانجويج بروسيسنج، اللي هو ان هو يتكلم ويفهم اللغه البشريه. في كمبيوتر فيجن، ان هو يبدا ان هو يشوف اللي موجود، ودي الحاجات دي كلها هنبرمجها مع بعض. تمام؟ هناخد البرمجه البسيطه اللي هي سكراتش، وبعد كده ندخل في برمجه الكمبيوتر فيجن والناتشورال لانجويج بروسيسنج والروبوت والحاجات دي كلها. طيب في حاجه اسمها الماشين ليرنينج، الماشين ليرنينج ده جزء من الذكاء الاصطناعي، اللي هو ايه؟ ان هو يتعلم مني انا، هو بيبدا اعلمه، ابدا ادربه. هنشوفها مع بعض، هناخد مثال ازاي ان انا اعرف حاجه هو ما يعرفهاش. تمام؟ بعد كده عندي حاجه اسمها النيورال نتورك، النيورال نتورك دي يعني خلايا عصبية، بمعنى جسم الإنسان في كل خلايا عصبية كتير قوي. الخلايا العصبية دي بتدرك المعلومة، هي دي بتدرك المعلومة من خلال العين أشوف حاجة، أو السمع بسمعت حاجة، أو إن أنا لمست حاجة. طيب يبقى أنا كده عندي إيه؟ أي ماشين ليرنينج عشان يتعلم مني لازم إن أنا
فاكرين ان الروبوت اللي احنا اتكلمنا عنه اللي اسمه زيكو لازم ان انا اديله معلومات، اديله اكل، هو ياخد الاكل ده يبدا ان هو ينظمه بشكل يفهمه، يعني يبدا ان هو ينسقه وينظمه ويعمل له فهم للمعلومات ويتدرب عليه، وبعد ما يتدرب عليه ويتاكد ان هو شغال تمام يبدا ان هو يديك المعلومه مظبوط. يعني على سبيل المثال مثلا ممكن ادربه ان هو ايه يشوف ايه الفاكهه السليمه ويحطها على جنب، والفاكهه اللي بايظه او فيها مشاكل ويحطها ناحيه تانية، فيبدا يتدرب على كده، يبدا يتعرف عليهم، وبعد كده يبقى اساسي هو اللي هيفرز المأكولات بتاعتنا. تمام. طيب فالذكاء الاصطناعي معانا ان هو يبدا يتعرف على كل حاجه، العربيه اللي ماشيه دي عارفه ان ده انسان، ان ده كلب، ان ده رصيف، وهكذا. فطول ما هو ماشي هو بيبدا ان هو يتعرف على كل حاجه حواليه. تعال نشوف امثله. يعني هنا قدر يكتشف الراجل ده لابس ماسك ولا لا، بحيث لو هو مش لابس ماسك والمكان لازم يلبس ماسك يبدا يقول له لا ما تدخلش. الراجل ده عامل علامه اوكي ولا عامل علامه، يعني عامل فوق ولا تحت، يبدا يتعرف عليها، يبدا يتعرف هل السندوتش نعم، هل السندوتش ده فيه اكل ولا ما فيهوش اكل. يعني ممكن تكون ايه، نحطه على المصنع، لو لقى ان في حاجه الصندوق فاضي وما فيهوش حاجه يبدا ان هو يدي انذار او يبدا ان هو يحطه في مكان لوحده، فهو اوتوماتيك بيبدا يفرز كل حاجه ويتاكد انها حاجه سليمه ولا لا. طيب في الروبوت طبعا ان هو يقدر، تقدر تعمل روبوت مثلا، هنبرمج احنا الروبوتات ان شاء الله بوظيفه معينه، نبدا نبرمجه مثلا ان هو يفتح الباب مثلا لو حد جه خبط ولازم يكون حد يعرفه قبل كده، يقترح عليك كتاب معين تقراه بقى مخصص ليك انت، يعني هو مش هيقترح نفس الكتاب لكل الناس، لكن هيقترح على حمزه الكتاب بناء على اللي شافه قبل كده، ويقترح على همام الكتاب اللي مناسب لسنه واللي مناسب للحاجات اللي قراها قبل كده. وعندنا تكست اناليسيس يبدا يحلل الكلام كله ويبدا ان هو يبدا ان هو يفهمه، اللي هو الناتشرال لانجويج يبدا ان هو يفهمه. يعني انت لما بتتكلم مع الذكاء الاصطناعي بتتكلم صوت ملفوظ، حاجه منطوقه، يبدا يحولها لحاجه يفهمها، وبعد كده ينطقها لك تاني وتسمعه الرد بتاعه، الكلام ده ما بيخش ثانيه. تمام. الحاجات الصحيه طبعا يبدا ان هو يفهم، والتعليم يبدا كل حاجه تبقى موجوده في الذكاء الاصطناعي، بحيث ان هو الكتاب يبقى فيه فيديوهات في قلب الكتاب وهكذا. طيب احنا عشان ندرب الذكاء الاصطناعي في حاجه اسمها سوبرفايزد ليرنينج وان سوبرفايزد ليرنينج وريينفورسمنت ليرنينج. حد يقدر يعني يقول لنا ايه الفرق بين الثلاثه بسرعه كده؟ حد فاكر الفرق بين الثلاثه؟ اللي هو التعليم بالاشراف، يعني امتى اقول ان ده تعليم باشراف، وامتى اقول ان ده تعليم بدون اشراف، وامتى اقول ان ده يعني بالممارسه او بالالعاب. طيب سوبرفايزد ليرنينج يعني انا بقول له دي ايه ودي ايه، يعني على سبيل المثال هنشوف حاجه مع بعض دلوقتي، تمام اهي، وهنبرمجها بعد كده، يعني في المستقبل هنبرمجها، بس هوريها لكم ببساطه. هنلعب مع الكمبيوتر لعبة، مين بيحب الألعاب؟ حد هنا بيحب الألعاب؟ أنا بس؟ أنا. طيب بص يا هندسة، هبدأ معاه لعبة، هقول له أنا دي عملتها بس خلينا نعملها تاني، ماشي؟ خلينا نلغيها ونعملها تاني. أنا عملت إيه؟ أنا جمعت صور أهي هوريها لكم. جمعت صور لكلاب وجمعت صور لقطط. تمام؟ وهبدا اوري له صور القطط واقول له ان دي قطط، انا لازم اقول له. تمام. ليه؟ لان هو ما شافهاش قبل كده، فهيبدا ان هو اقول له ان دي قطط، ويبدا ان هو يعرف ايه المزايا اللي في القطط دي، بحيث ان انت لو اديت صوره لقطه هو ما شافهاش قبل كده يقول لك خلي دي قطه فعلا. تمام. هو شاف القطه دي فعرف ان دي قطه، بيبدا بقى يحلل الشكل ويحلل كل حاجه.
بيحلل دي ليها شنب، دي ليها عيونها كذا، دي شكلها كذا، ده كلب، ده غلط ده، تمام. فلو في كلب محطوط بالغلط ممكن ده يأثر على النتيجه. فانت بتدربه، يعني هتدربه على ايه بقى؟ ممكن تدربه اي حاجه انت عايزها. ممكن مثلا عندك العاب كتيره بينك وبين اخوك، فتبدا تقول له فرق لي بينهم. طيب هقول له اد نيو بروجكت، تمام. بيقول لي البروجكت تايب اللي انت عايزه ايه، تمام. ممكن اقول له ايه ريكوجنايز ايمج، يعني عايز يفرق بين الصور، او عايز يفرق بين الارقام، او عايز اعرفه بين الفرق بين الاصوات. فبتبدا تختار مثلا ايمج، ماشي. طب هنخزن فين؟ هنخزن في الكلاود، ماشي. هنسمي المشروع ده ايه؟ هنسميه مثلا كيت مثلا. طبعا بعد كده ممكن تعرفه على القطه بتاعتك انت بس، ممكن تعرفه على حاجه، يعني تبدا تعرفه على الحاجات اللي انت عايزها. طيب عشان تعرفه بتعمل حاجه اسمها ترين. ترين يعني هدربه، يعني هبدا اديله المعلومات، هبدا اقول له خلي بالك ان في مجموعه ا ومجموعه ب، ويبدا ان هو يفرق بينهم. هقول له مثلا ايه اد نيو ليبل، هتسمي دي مثلا كاتس، ماشي. ونعمل مجموعة تانية للكلاب. ممكن تعرفه مثلا يعني ايه ان ده اثار مصرية ودي اثار رومانية، ونبدأ نفرق بينهم. ممكن ترسم له الحاجة او ترفع له الملفات او تفتح الكاميرا وتصور نفسك كذا مرة، فساعتها ممكن تصور نفسك واخوك فهو يفرق بينكم، يبدأ يقولك اه ده كذا وده كذا. هنا ممكن ادي له اللينك بتاع القطط واللينك بتاع الكلاب ويبدأ ان هو يفرق بينهم، تمام. ممكن ترسم له. طيب خلينا نعملها بشكل اسرع، تمام. كوبي تمبليت ده مثلا اهوت، هقول له امبورت، بقول له ايه اتدرب على 90% منهم، وسيب لنا 10% عشان ايه نتاكد، نعمل التيست نتاكد ان انت فهمت المعلومات صح ولا لا. يعني هو يضرب 90% و10% مش هقولهم له، وبعد كده لما اديهم له هو يبدا يفرق بينهم. يعني انت عندك مثلا 100 نوع من الحاجات، فهتقول له 90% تبدا تقول له دي مثلا دي ماده العلوم ودي ماده الرياضه، دي ماده العلوم دي ماده الرياضه، وتسيب جزء تخليه تساله فيها بعد كده. طيب هتقول له ايه ترين، يبدا بقى يحط صور القطط ويبدا يفهمها، ويحط صور الكلاب ويبدا يفهمها اهوت، تمام. فبقى كده عنده قدره، لو اديت صوره قطه او كلب هو ما شافهمش قبل كده يبدا يقول لك دي صوره قطه او صوره كلب، يبدا ان هو يتدرب عليهم، تمام. دي لكل حاجه. يعني تخيل كده ايه اللي انت عايز تفرق بينه. مثلا ممكن تفرق بين اللعب بتاعتك ولعب اخوك، او تفرق بين مثلا كرتون، مثلا الصور اللي جايه من كرتون كونان والصور اللي جايه من مازنجر، تدي له صور كرتون كونان كلها وصور مازنجر كلها وتعرفه وهو يبدا يفرق بينهم. بعد كده هنتعلم ازاي ان احنا نبرمج بشكل سهل من خلال لغه السكراتش، بس عشان احنا ما خدناش قبل كده هنبدا ناخدها، ونبدا بعد كده نشوف ازاي نبرمجها مع بعض، ماشي. طيب في حد عنده سؤال لغايه كده؟ لا. حمزة عندك اي اسئلة حمزة؟ لا. طيب خلاص نكمل ان شاء الله. طيب يعني انا بقول له ايه، بقول له ان مثلا ايه في اللي هو التدريب اللي هو الموجه او اللي فيه مدرس، بقول له دي تفاحة واوري له انواع كتيرة من التفاحة، واوري له موز واقول له ده موز، ده الموز ده كذا. انما اللي هو غير موجه بدي له كمية معلومات كتير قوي، وده غالبا اللي بيحصل، لان ممكن يكون ايه عندي كمية معلومات كتير قوي. يعني على فكرة مثلا الايميلات، ممكن يجي لي ايميل فهو اقول له خلي بالك ان الايميل ده بالنسبة لي ده اعلان، او ده انا ما بحبوش، او الاعلان او الايميل ده مزعج او بيضايقني او سبام، يعني الايميل ده مش بتاع الشغل، تمام. يعني انا ما بحبش الكورة، فجالي اعلان بتاع كورة فعلم عليه ان ده انا مش عايز اشوفه تاني، فيبدا ان هو بيتبرمج ان الحاجات دي
انا ما بحبهاش. جالي اعلان مثلا عن كتب، انا بالنسبه لي بحب الكتب فبعلم عليها ان انا مهتم بالاملاءات دي، حطها لي في مكان واضح عشان اقراها، فهو بيتدرب من خلال ان انا ايه بقول له دي تنفع وما تنفعش، تمام؟ فهو اوتوماتيك بيبدا إيه؟ عنده قدره على فرز المعلومات، يبدا يشوف ايه الحاجات المشتركه بينهم عشان يبدا يفرق بينهم. يعني في الاول ممكن يقول لك ايه القطط حجمها صغير والكلاب حجمها كبير، لكن يلاقي ايه كلب صغير فيبدا يقول لك بس الودان بتاعهم مش زي بعض، ده القطه بيبقى لها زي شنب صغير كده، المخالب، ويبدا يدرسها ويلاقي الحاجات المشتركه بينهم. طيب التعليم المعزز ان انا بديله لعبه واخليه يلعبها ويبدا يفهم، لما يخبط في حاجه بيموت فيعرف ان دي حاجه يتجنبها، ولما يخبط في حاجه يفوز يعرف ان دي حاجه كويسه ويبدا ان هو ايه يتعلمها واحده واحده، يعرف امتى يجري وامتى يعمل ايه يقفز لحد ما يوصل للنهايه، تمام؟ ودي برضو كانت في كوره بتخبط وتطلع، انا عارف ان الجزء ده قلناه بس عشان نراجع اللي فات وناخد ايه حاجات جديده، تمام؟ اللعبه دي احنا قلنا برضو نلعبها نفهمها بشكل كويس، ماشي؟ طيب ايه التعلم العميق؟ التعلم العميق ده نوع من الذكاء الاصطناعي انا ما بقاش فاهم هو هيعمل ايه، يعني انا بقول له خد المشكله وفكر ازاي تحلها، وبديله الخوارزميات او بديله الفكره. خوارزميه يعني طرف التفكير، يعني بقول له ايه لما الراجل سال السؤال ده جاوب الاجابه دي، حاول تفهم ايه العلاقه بين السؤال والاجابه. بقول له احنا حطينا مدخلات معينه وطلع لنا مخرجات معينه، حطينا رز ومكرونه وصلصه طلع لنا كشري، فاوجد لنا الحاجه اللي خلت الحاجه المكونات دي توصل للنتيجه النهائيه دي. فهو بيبدا يفهم الفكره ويبدا يبني عليها، لو في حاجه جديده يبدا ان هو يعملها. فالتعلم العميق انا مبقاش فاهم النتيجه طلعت ايه او طلعت ليه. على سبيل المثال مثلا كان في كلب شبه ذئب والاثنين شبه بعض قوي، الاثنين ما بنقدرش نفرق بينهم، فقلنا الذكاء الاصطناعي فرق بينهم، فالذكاء الاصطناعي فرق بنسبه 100% صح، فاحنا مش عارفين ليه، يعني مش عارفين الاثنين شبه بعض قوي. اتاري الذكاء الاصطناعي بص على الخلفيه قال لك الكلب بيعيش في البيت، فلو الخلفيه بيت يبقى كلب، لكن لو الذئب بيعيش مثلا في الصحراء فيبقى لو الخلفيه صحراء يبقى ده ذئب، فبدأ يفرق بحاجه احنا ما كناش ايه حاطينها في دماغنا ان هو يفرق بالشكل دوت. نشوف مع بعض امثله لموضوع التعلم العميق. اتفضل. الشاشة ما كانش ظاهرة بعدين ظهرت خلاص. ماشي معلش، ممكن النت بس عندي بطيء شوية. تمام؟ طيب هوريكم مثال ظريف شوية، دي كلها أمثلة ممكن نجربها. في حاجة اسمها سميلي فيس، يعني إيه؟ يعني أنا أديته الحاجات بالشكل دوت وقلت له شوف الحاجات اللي شبه بعض، بمعنى تعالى أقول له إيه جو، دول كلهم شبه بعض هيديهم لون معين. تمام؟ دول كلهم شبه بعض هيديهم حاجات معينه، فلما مثلا اديله مجموعه لعب يبدا يشوف المكعبات يبدا يفرزهم مع بعض، يبدا يشوف مثلا الالعاب بتاعه الورق يفرزهم مع بعض، فهو اوتوماتيك هيبدا يفرز لك الحاجات بتاعتك ويبدا ان هو ينظم لك الملفات بتاعتك. يعني ممكن يكون عندي ايه كميه كبيره جدا من الكتب وانا ما عنديش وقت اقدر اصنفهم، ما عنديش المعلومات، في كتب كتيره انا ما قريتهاش، فانا اديله الكتب دي كلها هو يبدا يشوف الكلمات المشتركه، يبدا يشوف الحجم بتاعهم، يبدا يشوف نوعيه الكتب ويبدا يفرزهم ويبدا يقول لي ان الكتب دي نوعها كذا. فهي دي الفكره، دي حاجه اسمها ايه، بيبدا يشوف ايه الحاجات المشتركه او ايه الحاجات اللي قريبه من بعض ويبدا ان هو يفرزهم. بتبقى عندنا مشاكل، احنا في الاول بندربه وبعد كده نسيب بقى هو يحل المشاكل بتاعتنا، تمام؟ دي لها لون اخضر ودي لها لون اصفر، اقدر اتحكم في ايه، ممكن اقول له ايه شوف الحاجات القريبه قوي من بعض بينهم مسافة قد كذا. فدي فكرة من أفكار إن هو يبدأ ينظم الداتا، رغم إن أنا ما قلتلوش إن دي إيه أو دي عين أو دي راس، لا هو بدأ ينظمهم مع نفسه. آه دي لعبة حلوة أوي، لعبة عسكر وحرامية، عارفين لعبة عسكر وحرامية؟ طيب اللعبة دي عبارة عن إيه؟ عملنا اتنين زرق اللي هما الحرامية، وعملنا اتنين بوليس اللي هما الأحمر. ودينا دول ذكاء صناعي ودول ذكاء صناعي وقلنا لهم اشتغلوا مع بعض. فبقى ايه، انا ما قلت لهمش يعملوا حاجه، انا قلت لهم اقبض على دول وانت اهرب من دول. فبدا اول حاجه يعملوها ان هو يحمي نفسه عشان البوليس ما يجيش يقبض عليه،
تمام. وبعد كده حطينا له المكعب الاصفر المايل ده، فبقى ايه بقى البوليس عايز يقبض عليه، فبيستخدم العلامه دي عشان يقدر يدخل لهم. هنشوفها مع بعض الحته دي. فبقى عندي جيشين او عندي عسكر وحراميه والاثنين بيلعبوا قصاد بعض، تمام. بص اول حاجه عملها ايه؟ السداح عشان ما يعرفوش يدخله، فكده الازرق هو اللي كسب، تمام. فالذكاء الاصطناعي بقى يعمل ايه الناحيه الثانيه الاحمر؟ قال لك انا هستعين بالقطعه دي عشان ادخل. اهو بدا يفهم ان القطعه دي ممكن تخليه يدخل ويقبض على الحراميه. فالليزر هيعمل ايه بقى لما في التجارب اللي بعد كده؟ هنشوف هيعمل ايه. اول حاجه عملها سرق البتاعه اللي هم بيدخلوا بيها، تمام. فبقى كده البوليس مش عارف يدخل لهم، ماشي. هي دي الفكره، ان هم كل شويه بيتعلموا حاجات جديده احنا ما قلناش عليها، تمام. فبداوا يبتكروا حاجات جديده. فمن ضمن الحاجات اللي ابتكروها ان هو استخدم الجزء اللي هو مايل دوت ان هو يهرب من اللعبه كلها، خرج من اللعبه كلها، كسر اللعبه وخرج منها، تمام، نط من بره اللعبه. فممكن تخلي الذكاء الصناعي يعمل افتراضات كتيره ان في مشكله معينه ويحاول ان هو يفكر في حلول ليها قبل ما تحصل وهكذا، تمام. في ناس عندها 8 سنين قدرت تبتكر حاجات حلوه قوي في الذكاء الاصطناعي ما كانش حد يعرفها ومحدش. فانت ممكن انت تبرمج برنامج صغير ويعني تعمله مثلا تكسب منه فلوس او تعمل بيه حاجه مشهوره، حاجه كده يعني. كل واحد يبدا يفكر في ايه الحاجه اللي ممكن يستخدم بها الذكاء الاصطناعي افضل استخدام. زي ما شفنا هنا ممكن نستخدمه في عمل تجارب معينه كده، لو حصل كذا ممكن نتصرف فيها ازاي. دي احنا شفناها موضوع الركنه دوت، بس هنا كان بقى في عربيتين عايزين يركنوا في نفس الوقت، فهم بقى بيدربوهم ان ازاي الاولويه لمين وهكذا. طيب هندربه بقى على لعبه معينه، ما اعرفش انت لعبتها ولا لا. دي الخلايا العصبيه هنشوفها مع بعض دلوقتي. بيبقى عندي جزء اسمه انبوت، ان انا مثلا شفت حاجه او سمعت حاجه او لمست حاجه او شميت حاجه، ومخرجات ان انا عرفت الحاجه دي، تمام. هنشوفها مع بعض الخلايا العصبيه دي حاجه ايه. اللعبه دي المفروض ان انت كل ما بتخبط في الاحمر دوت بتكسب نقطه وتكبر، المهم ان التعبان ما يخبطش في نفسه. فاحنا دربناه بقى كذا مره بحيث ان هو قدر يفهم اللعبه وقدر ان هو يلعبها. من خلال الانبوت بدا يفهم ان هو مثلا ما يخبطش في دي، ما يخبطش في السور، ما يخبطش في كذا، ما يخبطش في نفسه، لحد ما قدر يلعب لعبه التعبان دي، ماشي. موضوع الباركينج برضو. فالديب ليرنينج بيبقى عندي مثلا صورة كبيرة، فالصورة دي الذكاء الاصطناعي بيبدا يدرس كل جزء لوحده، البقرة لوحدها، الشجرة لوحدها، يبدا يدركها، وفي الاخر يقول لي دي صورة لمنظر طبيعي وفي بيت وفي بقرة كبيرة وفي عيال بتلعب وفي واحد بيسرق حاجه. يبدا يوصف لي الصوره كلها من خلال ان هو عنده خلايا عصبيه. خلايا عصبيه اللي هي حاجه زي كده، بيبقى في انبوت واوتبوت وفي حاجات في النص. الحاجات اللي في النص دي ليارات مخفيه، بيبدا ان هو يبدا يفكر في كل واحده فيهم، دي بقره ولا قطه وهكذا. يبدا يحلل الداتا لحد ما يوصل للداتا اللي مظبوطه. يعني هو شاف مثلا صورتي، فيبدا ايه يقارنها بكل الصور اللي موجوده في العالم، يبدا يشوف المسافات بين العينين، حجم الانف، حجم العينين، حجم ويبدا ان هو يدرسها ويبدا ان هو يشوف افضل حاجه فيها. يعني كان في لعبتين شطرنج، في لعبه من الشطرنج اعتمد ان هو بيدربه، تمام، ان هو قاعد يشرح له اللعبه وقواعد اللعبه والحاجات دي كلها. وفي لعبه تانية اسمها الفا زيرو، دي برده بتاعت شطرنج، الاثنين شطرنج، ماشي. لكن اللعبه اللي هي بتاعت الماشين ليرنينج قعدوا فيها كتير، الديب ليرنينج قعدوا فيها فتره قليله. مجرد ايه؟ ان هو بيديله خوارزميات ويديله الفكره ويديله طريقه معينه في التفكير ويسيبه يلعب. ففوجئوا ان التفكير العميق هو اللي فاز، تمام؟ ليه؟ اتعلم بشكل ادق كل حاجه، بدا يحلل كل حاجه، اللعب كل حركه انت بتلعبها
هو بيحللها ويحلل اللعبه اللي بعد كده ممكن تيجي ايه. فانا عندي شبكه عصبيه، خلينا نعمل الشبكه العصبيه دي مع بعض، ايه رايكم؟ دي شكل الشبكه العصبيه اللي في المخ بتاع الانسان واللي في جسم الانسان وكل حاجه. في حاجه اسمها انبوت، يعني مدخلات بتجيلي وبعد كده بتبدا انها تتحلل، وبعد كده بيحصل اوتبوت، يعني اعرف ان الحاجه اللي انا لمستها دي الشاي ده سخن، الحاجه الميه دي بارده، وهكذا. فبيبدا يحلل لي الداتا. خلينا نصممها مع بعض نشوفها الداتا دي معموله ازاي. اهي هنصمم دلوقتي الخلية العصبية بتاعت الروبوت مع بعض. ودي اللي يعني يعتبر معتمد عليها الذكاء الاصطناعي كله. طيب دي الشكل بتاعتها. بص دي الانبوت المعلومات اللي بتدخل، ودي الاوتبوت اللي هياخد القرار على اساسه ان الحاجه دي الميه دي ساقعه ولا سخنه، من خلال ان هو شم ريحه ميه سخنه او شاف دخان طالع فعرف انها سخنه او لمسها. تمام. طيب خلينا نصممها بقى ازاي. هنا بقول له خلي فيه كام طبقه في النص، دي اسمها لير في النص، هيدن لير، اللي هي الحاجات اللي يبدا يفكر في الحاجه اكتر من مره. ممكن اقول له ايه، انا مش عايز غير واحده بس كده في النص، يبدا ان هو ايه يطرحهم. انا كده عندي مدخلات وعندي مخرجات، دي اللي هي الحاجات البسيطه خالص، ان انا عندي مدخلات ومخرجات لكن ما اديتوش فرصه ان هو يفكر. ادي له فرصه ازاي؟ ان انا ازود الخلايا اللي في النص، يعني اخلي دي واحد واخلي دي مثلا ايه 8. فبيبدا ياخد المعلومه من اكتر من مكان، يبدا يفكر فيه مع نفسه، يبدا يحلل الداتا، يبدا الكلام ده بيخش جزء من الثانيه. المخ الانسان مجرد ان هو يشوف حاجه يبدا يحللها اكتر كمان من الكمبيوتر. يعني الخلايا العصبيه دي انت موجوده في جسمك من غير ما تشعر بيها، هي اللي بتعرفك الحاجه دي الريحه حلوه، اللي انت شايفه ده ايه بالظبط. يبدا الخلايا العصبيه دي موجوده في العين مثلا، يبدا يحلل لك المعلومه بحيث يعرف ايه اللي انت شايفه. يبدا يقول للمخ خلي بالك ان في عربيه جايه لازم تتحرك، خلي بالك ده في خطر على الطفل، ابدا ان انت ايه اتصرف بحيث ان انت تاخد قرار في الموضوع دوت. فدي شكل الخلايا العصبيه، ممكن تكونوا درستوها في العلوم. طيب دي برضو نوع تاني لعبه كده نلعبها مع بعض. دي هنا لما بديله معلومه معينه، تمام، اللي قدام ده اللي هو الانبوت المدخلات، وهنا المخرجات، على اساس كم خليه عصبيه ممكن ياخد وقت شويه لكن هيديني نتيجه ادق. ممكن يكون عندي مشاكل كتيره، هو يبدا ان هو يحلل المشكله ويبدا ان هو يعرفها. فانا ممكن اقول له ايه هنا هيدن لير 2 بس، هقول له لا خليهم 3 4. فمعنى كده انا بعمل خليه اهي فيها تفاصيل معينه تاخد وقت شويه ان هو يحلل الداتا، لكن في الاخر يقدر ياخد قرار او يقول لي الحاجه دي اتعملت ازاي او تصنيفها ازاي وهكذا. تمام. بقول له شغل، فبيبدا يحلل لي الداتا كلها اللي موجوده. ده اللي بيحصل في مخ الانسان في جزء من الثانيه، ان هو بياخد معلومه يبدا يحللها ويبدا يوصل لقرار. زمان لما كانوا بيفكروا لسه هيخترعوا الكمبيوتر كانوا بيفكروا نعمل ايه، ففي جزء من الناس قال لك احنا هنقلد الخليه، لكن كان الموضوع صعب جدا. فتقريبا بقى لهم 75 سنة بيحاولوا يطبقوا الأفكار إن هم يقلدوا خلية الإنسان، من 1950 لحد 2024. ماشي. فمثلا لما نديله صورة قطة وكلب بيبدأ إن هو يشوف الحاجة انبوت، وهيدن لاير يبدأ يقيم ده كلب صغير، لأ ده الفك بتاعه فك كلب، لأ ده بس هو يبدأ يحلل الصورة لحد ما في الآخر يعرف ان ده كلب، اهو كتب لي ان ده دوج. تمام. ده دوج وهكذا. فلما اديله اي صوره، على فكره هنعمل الموضوع ده مع بعض، يعني كل واحد يختار صوره من عنده ويديها للكمبيوتر، والكمبيوتر هيقول له الصوره دي عباره عن ايه، يبدا يقول له ده فيه كلاب، فيه قطط، فيه ترابيزه وهكذا. تمام. فدلوقتي استاذنك بس في حاجه، مش مهندس عمر، اتفضل.
هم في كمبيوتر. انا على فكره يعني لا تستقل بعمري، ولكن انا عندي ما يقارب 5 لغات برمجه ما شاء الله. تمام. الكمبيوتر مش بيشتغل بنفس بيشتغل نفس طريقه خلايا الانسان، بس هي كلامك صحيح ان اشتغل شبهها، بس لو نبسط اكتر لاخواتي من الاعمار البسيطه، هي الكمبيوتر بيشتغل عباره عن نعتبرها لمبتين، ايدك اليمين لمبه وايدك الشمال لمبه. هيكون عندك كم مرحله فيهم؟ كم معلومه؟ 4. اللمبه مطفيه او مفتوحه، واللمبه الثانيه مطفيه او مفتوحه. الكمبيوترات عندها كم هائل من اللمبات دي، فبتاخد منها كم هائل من المعلومات، فتقدر تعمل نفس اللي عمله الذكاء الاصطناعي. انت بقى بتعمل ايه؟ انت كمبرمج انت بتديله اللمبات، بتقول له دي معناها كذا ودي معناها كذا، انت بتبدا تشرح له زي ما الاستاذ بيشرح لك في المدرسه، بيفهمك ده كذا وده كذا. انت دورك برضو انك تشرح له ان هذا كذا وذاك كذا. اللمبه مطفيه فما ذاكرتش فيزياء، لو اللمبه مفتوحه يبقى مذاكر كيمياء، وهكذا. زياد صح؟ ايوه تمام يا باشمهندس زياد، كلامك سليم جدا. العمل الفكره ديت دي حاجه في المنطق، تمام. اسمه المنطق الرمزي، ان انا برمز للحاجات عشان اسهلها والكمبيوتر يبدا يفهم مني. كان واحد اسمه جورج بول هو اللي قال لك احنا هنرمز الموضوع دوت، بحيث ان الكمبيوتر ما يفهمش غير يعني اللمبه ما تفهمش غير اون واوف، تمام. فبقى فعلا زي ما زياد بيقول، بقى في اون واوف، ان انا طفيت حاجه وقفلت حاجه، بس عشان هو يفهم بقى الكلام نفسه، فكل حرف بنبدا نعمل له ترميز معين بحيث انه يفهمه. وده فعلا فكره الكمبيوتر. لكن هو حاليا الموضوع ما بقاش هو ده اللي بيحصل في الخلفيه، في اللي انا مش شايفه، تمام. يعني هو فعلا كله معتمد على كده، اون واوف اون واوف ملايين المرات، لحد ما يفهم مثلا يعني حرف الاي ده 65، فبنبدا ان احنا نرمزه 10001. فمش عايزين ندخلكم في التفاصيل ديت، احنا عايزين نشوف ايه ازاي استخدم التكنولوجيا. هتلاقي دلوقتي اسهل بكتير من الاول. يعني زمان في الاول خالص كنت لازم تقعد تتعلم 01 ديت عشان تبرمج. بعد كده بداوا يخترعوا لغات اسهل شويه، لغه السي، وبعد كده بداوا يخترعوا الفيجوال بيزك يسهلوها، وبعد كده بايثون، وبعد كده دلوقتي بداوا يقول لك ايه، احنا عايزين نعرف مبادئ البرمجه وفكره البرمجه قبل ما ندخل في لغات البرمجه ديت. فبدا يعمل ايه، برمجه مرئيه. برمجه مرئيه يعني ايه؟ يعني هنشوفها مع بعض النهارده، ان انا بحط مكعبات جنب بعض، بحط المكعب الاحمر جنب الاصفر، فلاقيه بدا يشتغل، بدا يسهل على الموضوع. وعلى فكره في واحد مصري كان في سن زياد كده اسمه محمود فايد، ده يعني تعاملت معاه كتير، يعني راجل محترم جدا جدا، يعني عمل لغه برمجه زي كده اسمها بروجرامنج وزاوت كود تكنولوجي BWCT، وعمل لغه ثانيه اسمها رينج. عمل لغه البرمجه، يعني عايزكم مش تقول لا احنا عايزين نلعب، لا احنا عايزين احنا اللي نعمل اللعبه، احنا اللي عايزين احنا نعمل اللعب، عايزين بدل ما تدخل على موقع اعمل انت الموقع، تمام. فاحنا هدفنا مع الوقت، واحنا بنبدا حاجه بسيطه ساعه في الاسبوع ولا حاجه، ان احنا نبدا نتعلم ازاي نبرمج. يعني بيل جيتس لما بدا كان برضو في سنكم، وناس كتير بدات وهي في سن صغير قدروا يعملوا شركات ضخمه. يعني ممكن يكون عنده 12 سنه وعنده شركه ضخمه فيها موظفين كتير، وبيبدا ان هو يعمل العاب وبرامج وحاجات زي كده. فاستغل وقتك ان انت تبدا تتعلم لغات كويسه. شكرا زياد، انا سعيد جدا بالمداخله بتاعتك حبيبي دكتور. تسلم، الله يكرمك. طيب دي شويه العاب احنا شفناها المره اللي فاتت، لو حد حابب ان هو ايه يلعبها، تمام. دي احنا شفناها النهارده، ان انا بصنفهم وهنبرمجه ان هو يبدا ان هو ايه يفهم كل حاجه، تمام. ما تستعجلوش، لكن ايه هنشوفها مع بعض. ودي برضه هنشوفها، دي لعبه ثلاثيه الابعاد، هنشوفها مع بعض. طيب خلينا اوريك حاجه وبعد كده ندخل في لغه البرمجه. دي برضه من ضمن الحاجات اللي احنا هنشرحها بالتفصيل، ان الذكاء الاصطناعي مش بكتب اكواد، يعني مش بقدر ادخل، لا ده انا مجرد بس بديله صور واجربه ترين موديل، وبعد كده اعمل له تيست عشان اتاكد ان هو فهم صح، وابدا ان انا اطلع نتيجه. ممكن اعرفه مثلا ايه، ان في عندي مباني معموله من ايام قدماء المصريين، مثلا الاهرامات و
وحاجات معموله حديثا، فاديله الصور ويبدا يفرق بينهم ويبدا يقول لي دي صور كذا ودي صور كذا. فدي من ضمن الحاجات الكويسه. طبعا الذكاء الصناعي هوريكم بس ايه تحميس، لكن النهارده مش هنتكلم فيه. ده برنامج اسمه بيكتو بلوكس. هنشوف بقى ايه نبدا نعمل. بص، من ضمن الحاجات اللي موجوده فيه ان انا اقول له قسم لي صور، ممكن اقول له استنتج لي درجات الحراره، شوف الحركه بتاعت الايد وعلى اساسها ابدا حرك الشخص اللي موجود او اعمل كذا. ففيها حاجات كتير جدا يعني. ماشي، طيب انا هبدا حاجه بسيطه. ممكن الحاجات البسيطه اللي احنا هنتكلم فيها النهارده اللي بنفهم فيها اساسيات البرمجه تعملها. نيو بروجكت، احنا قايلين له ذكاء اصطناعي. طيب باك. ماشي، ممكن تعملها هنا او لو انت حابب ممكن نعملها على سكراتش. وسكراتش ممكن تشتغل اونلاين او ممكن تشتغل على الموبايل او ممكن تشتغل على البرنامج، تثبت البرنامج عندك على الويندوز زي ما انت عايز. عايز تشتغل على الموقع نفسه اشتغل، عايز تشتغل طبعا عندك على الكمبيوتر سطبه عندك على الكمبيوتر، عايز من الموبايل او التابلت او الايفون او اي حاجه سطبه. بدل ما انت بتقعد تلعب العاب مثلا ما بقولش وحشه بس بتضيع الوقت او ما بتستفادش منها، هتلاقي الموضوع ده سهل بالنسبه لك. النهارده هتلاقي الموضوع يعني ايه، هنتكلم ببساطه خالص، هنفهم فكره. اعتذر على المقاطعه يا باشمهندس عمر. من احد اللغات اللي انا اتعلمتها لغه سكراتش. تمام. انك تسطبها على الموبايل دي نسخة مش كاملة. أيوة. هتكون نسخة سيئة. آه. فتسطبها على الكمبيوتر او الويندوز هتكون افضل بكتير واسهل كمان. كلام سليم، هي بس عشان استغلال الوقت يعني. بدل ما انت ماسك الموبايل، انا مسطب شوية حاجات عندي على الموبايل يعني. في مثلا حاجة كنت انا مسطبها، اقول لك على حاجة يعني. كنت انا مسطب برنامج على الموبايل وزي ما زياد بيقول ما كانش نسخة كاملة. بس انا كنت مصطبه لما الاقي نفسي فاضي افتحه يعني، لما اكون مثلا ايه مستني حد او قاعد فاضي فبروح مشغله. ففي مره من المرات كنت رايح ادي كورس، و لا كنت انا رايح اخد كورس. تمام، المركز ده كنت بدي وباخد، بس في اليوم ده كنت رايح ادرس 3 دي ماكس. وعلى فكره 3 دي ماكس انا خدت كورس 3 مرات مع ناس كويسه جدا على احسن ناس في الوطن العربي، لكن عشان ما بشتغلش بيه شغل ببرامج تانية غير 3 دي ماكس نسيته. ماشي، فلو انت ما بتشتغلش سكراتش او بيكتو بلوكس هتنساه، لازم كل شويه تدرب نفسك. اللي حصل كان في حاله وفاه، حاجه مهمه جدا في البلد يعني. فانا وقفت في العربيه ساعه الا ربع. في الساعه الا ربع دول انا ما بعملش حاجه، فرحت مشغل تطبيق اللي هو ضعيف شويه وشغلت عايز اتعلم ال HTML. قعدت اتعلم ال HTML وعملت حاجات بيه او خدت فيه شهاده وتعلمته بشكل حلو، وعلى ما الاشاره فتحت دخلت في حاجه ثانيه اسمها CSS وهكذا. فشاهد ان انت تستغل الوقت البسيط بتاعك، ممكن مثلا ايه مع والدك مثلا رايحين دكتور سنان بتاعك تفتح اللعبه وتتعلم. ماشي، طيب خلينا نبدا مع بعض. دي الواجهه بتاعت السكراتش، وهي هيها الواجهه بتاعت البيكتو بلوكس. لكن هنشتغل يعني لو اشتغلت في الاول على ده او ده، نفس اللي اتعلمته هنا هو نفس اللي هتتعلمه هنا، نفس المعلومات هنا نفس الطريقه هنا. ماشي، كلها نفس الفكره، كلها اصلا سكراتش لكن غيروا شويه حاجات. ماشي، في مثلا لغه اسمها اليس، ممكن ناخد برضو بعد ما نتعلم واحده فيهم. لو رحت للثانيه هتلاقي نفس الكلام ونفس كل حاجه، بس كل واحد فيهم بتختلف شويه يعني. هنا هو مركز على حاجات مثلا الكاميرا، مركز على شويه امكانيات لسه هنشوفها مع بعض. بس عشان ما تتشتتش هناخد النهارده ايه سكراتش. لكن لما نروح لاي واحده فيهم هتلاقي كل المعلومات اللي احنا بنقولها موجوده فيهم كلهم. ماشي، طيب هنا القطه دي انا عايزها تتحرك. ماشي، فتعال نشوف ايه الحاجات اللي هنا نفهمها مع بعض، مش لازم نحفظها. عندي حاجه اسمها ايفنت. يعني ايه حدث؟ يعني لما اقول له ايه، لما حد يندع عليك اعمل كذا، لما حد يخبط على الباب تفتح له، لما تدوس على زرار اعمل كذا. تعال نشوف الفينت كده. الفينت عندي حاجه اسمها لما حد يعمل علامه العلم الاخضر ده جو. طيب انا دوست جو ما حصلش حاجه خالص. ليه ما حصلش حاجه خالص؟ لان انا لسه ما قلتلوش يعمل ايه. ماشي، لسه ما قلتلوش يعمل ايه. في حاجات كتيره في السكراتش هنشرحها بس واحده واحده عشان ايه المعلومات ما تخشش في بعض.
يبقى انا بقول له هنا لما تدوس على العلم الاخضر اعمل ايه. تمام. طيب خلينا هنا هندخل على موشن. موشن دي يعني ايه؟ يعني نبدا اتحرك. فانا اقول له ايه؟ اتحرك 10 خطوات. لما تدوس هنا على العلم الاخضر هو بيتحرك ايه؟ 10 خطوات بس. طيب ممكن اقول له ايه؟ بدل 10 دول خليهم 30. وكل ما اقول له اتحرك يبدا ان هو يتحرك. طيب انا عايزه يتحرك ويلف، فبلاقي عندي حاجه اسمها يلف هنا. يبقى انا لما ادوس على العلم الاخضر ايه اللي يحصل؟ هيمشي واحده واحده. اول حاجه لازم يعملها ان هو يتحرك 30، وبعد كده يلف 15. الاثنين حصلوا مع بعض ولا واحده حصلت وبعد كده الثانيه؟ ايه رايكم؟ واحدة حصل بعدها التانية. بس انا ما خدتش بالي منها لان ما فيش فرق في الوقت بينهم، الاتنين بينهم يعني جزء بسيط قوي من الثانية، فانا ما خدتش بالي منها. كل ما ادوس احس ان هم الاتنين اتعاملوا مع بعض. طب انا عايز ايه؟ اخليه يقف شوية. فاروح في كنترول. كنترول يعني تحكم، ايفنت يعني حاجة بتحصل. فلو انا بدور ان انا اعمل حاجة او اقول له على حاجة معينة هقول له ايفنت، يعني زي مثلا ايه؟ ادوس على مسطرة او ادوس على زرار معين. موشن ان هو يبدا ان هو يتحرك. طيب كنترول عايز اتحكم ان هو يقف ثانيه واحده، فهزود ايه؟ بص انا بسحب، انا مش بكتب حاجه خالص، انا سحبت ايه وحطيتها هنا. فلما اعمل يبدا ينفذ اول حركه وبعد كده ينفذ الحركه الثانيه. في فرق بينهم ثانيه. طبعا تقدر تيجي هنا وتغير الثانيه دي لثانيتين ثلاثه اربعه زي ما انت عايز. طيب خلينا نيجي هنا موشن ونشوف ايه الحاجات اللي موجوده في موشن. في عندي حاجه اسمها راندوم بوزيشن. راندوم بوزيشن يعني هيروح في مكان عشوائي، هسحب كده واحط هنا. والويت دي، الويت دي هسحبها اكررها ماشي اهي، واقول له راندوم بوزيشن. يبقى كده ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه هيتحرك ايه؟ 30، وبعد كده يستنى ثانيه، وبعد كده يلف 15، وبعد كده يروح راندوم بوزيشن. خلي راندوم بوزيشن هنا اهي. طيب خلينا نجرب كده. اول حاجه اتحرك 30، وبعد كده اتحرك زاويه، وبعد كده راندوم بوزيشن بيروح اي مكان عشوائي. طيب انا عايز يروح لمكان معين، اقدر اقول له روح للمكان الفلاني، جو تو اكس اهي. اول ما تدوس هنا يروح للمكان اللي هو ايه؟ بص انا واقف هنا، يروح للمكان اللي انا قايل له عليه اللي هو 130 160. تمام. فهي دي الفكره ان انا اقدر اتحكم فيه. تمام. ممكن اقول له ايه؟ روح عند المؤشر. تمام. اول ما يشتغل يشوف المؤشر فين ويروح ناحيه المؤشر. طيب الموضوع مش هيبان معاك بالشكل دوت غير لما نعمل له ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها فور ايفر. يعني اول ما ادوس طول الوقت هخلي يمشي ورا المؤشر ماشي اهو، بس ما بوينت بالاتجاه بتاع المؤشر، هو بيبص ناحيه المؤشر ماشي. طيب خلينا نقول له جو تو. بص طول ما انا بمشي هو بيشوف المؤشر فين ويحاول ان هو يروح عنده. لا ده راندوم بوزيشن، خلينا بدل راندوم بوزيشن ماوس باينتر اهو. بص كده مكان ما انا ماشي هو ماشي، وهنا تقدر تتحكم في الاتجاه بتاعه مثلا اهو. فطول ما انا بحرك الماوس هو بيتحرك معايا في الماوس، فبتقدر انت تتحرك. فمن خلال الحاجات البسيطه اللي احنا بنقولها، انت لا بتحفظ كود ولا بتحفظ اي حاجه خالص، مجرد ان انت بتفهم البلوكات وتسحبها. ممكن تعمل فيديو تخلي فيه شخصيتين، وده يتكلم شويه وده يتكلم شويه، ده يتكلم شويه وده يتكلم شويه، تعمل حوار بين اتنين، وتحط مثلا القطه وتحط كلب او تحط فيل زي ما انت عايز. ممكن تعمل لعبه تخلي القط دوت ليه عدد، القط ليه 7 ارواح، يعني في المصريين بيقولوا كده، لان هو لما بيقع بيقدر يلف نفسه في الهواء بحيث ان هو ينزل على رجليه وما يتعورش. الاجانب بيقولوا 9 ارواح، هو طبعا راح واحد، بس الفكره ان هو يعني ممكن تعمل بقى العاب. الالعاب اللي انت بتلعبها تقدر تعملها بشكل بسيط مع سكراتش ماشي. هنشوف حاجات كتير جدا في السكراتش دوت، يعني ايه كل اسبوع احنا بناخد شويه صغيرين، وبعد ما خلص السكراتش كل اللي انت خدته في سكراتش مش بترميه، بتاخده معاك على بيكتو بلوكس او اليس او اي حاجه، وتلاقي بس ايه في ادوات تانية ممكن تشتغل بيها. طيب عندي هنا الموشن بيديك حاجات اهي في الحركه،
هو حتى لسه ماشي معايا. تمام، ممكن نقول له بقى ايه احنا عايزين لوك. لوك يعني ايه؟ هيتكلم. هقول له ايه؟ اول ما تبدا قول كلمه هلو لمده ثانيتين. خلينا نقف كده هنا اهو، يقول كلمه هلو. بعد كده هنخليه يقول كلمه هلو بالصوت، ماشي؟ طيب ممكن نقول له ايه؟ فكر، يعني قول هلو بعد كده فكر. ممكن اقول له خليه ايه في لغه البرمجه متعودين كده، اقول له هلو وورلد، ماشي؟ وخليها نسخ كده هلو وورلد هنا وهنا. ثانيتين هيفكر وثانيتين ايه هيكتبها، ماشي؟ وكده علامة تفكير، وبعد كده ايه بيقول كلمة هلور. ممكن نقول له غير، غير ايه الشكل نفسه. بص عندي هنا الشكل ده في صورتين اهو، اللي هي الصورة دي والصورة دي، لما يبقوا ورا بعض تحس ان هو ايه بيمشي وبيحرك رجليه، ماشي اهو. فانا اقول له غير حركة الشكل اهو، خلي ده كونسيوم 1 ووقف لمدة ثانية. يبقى ايه كل شوية حرك ايه لمدة ثانية. طيب خليه بدل دي خليها بوينت 1 مثلا عشان تبقى سريعة ونبدأ احنا ايه نشوفها. اهو بص بيتحرك ازاي تمام. ممكن تتحكم فيها بقى تخليها بوينت 5 زي ما انت عايز. ممكن تغير اللون، فبيديك تحكم في كل حاجة. ساوند ممكن نخليه يقول نياو، أول ما يبدأ يقول نياو، تمام. طبعا ممكن تغير الميو دي لأي حاجة أنت عايزها. ممكن تسجل أنت صوتك وتبدأ تلعب بيها، ماشي؟ ففي حاجات كتيرة جدا كل مرة إيه هنبدأ نخش في شوية برمجة بسيطة لحد ما نتقن البرمجة بتاعت السكراتش الأساسية، وبعد كده نبدأ إن احنا ناخد شوية تولز خاصة بالذكاء الاصطناعي، خاصة بتحويل الصوت لكتابة، ببرمجة الروبوت، بالحاجات دي كلها إن شاء الله واحدة واحدة بإذن الله مع بعض. لغاية دلوقتي أنا عايز بقى أشوف الأسئلة بتاعتكم، إيه الأسئلة ونحاول إن احنا نفكر إزاي نحلها. باشمهندس عمر، على فكرة أنت تعرف تطبيق اسمه إيديو بلوكس؟ عارف ايديو بلوكس؟ عارف طبعا، ما انا حاطه عندي هنا. هو نفس سكراتش بس للبايثون. جميل. بص يا باشمهندس، انا حاطط هنا الروابط كلها والايديو بلوكس موجود هنا وكل حاجه، بس هي الفكره كلها في بلوكلي وفي ايديو بلوكس وفي حاجه بتصمم موبايلات، يعني كل الحاجات دي انا حاططها ان احنا هنتكلم فيها بعد كده، دي ان انت تصمم موبايلات، تمام؟ وكل واحده فيها لها ميزه، يعني كل واحده فيها لها ميزه، وكل واحده فيها بندرسها بشكل حلو، يعني ناخد فيها المحاضرات، لكن لازم نبدا بالسكراتش، لان عمليا السكراتش ده هو اللي بدا الفكره كلها من جامعه ام اي تي. وكل واحده فيها ليها ميزه، يعني هوريك انا بعض الحاجات اللي مش موجوده. ايديو بلوكس اهو اللي انت بتتكلم عليه، ماشي؟ انا حاطه في قلب البرزنتيشن وعامل حساب ان احنا نشرحه بعدين بس مش دلوقتي. ليه؟ لان انا مركز على نقطه معينه، موضوع الذكاء الاصطناعي، فعايز ايه ما شتتش الناس معايا. عندنا برضو في كل الحاجات دي، دي جاندي مش مشهوره، لكن فيها ادوات قويه جدا مش موجوده في بقيه الحاجات، فكل واحده ليها الميزه وليها الاستخدامات بتاعتها، ماشي؟ عايزين نتفق بقى على الواجب. الواجب بتاعنا ان احنا نفتح سكراتش ونعمل اي حاجات تجرب كده وتشوف حاجات جديده، ونتفق بقى على فيلم هنتفرج عليه، وحاول تفكر ان انت مكان المبرمج او الراجل اللي بيبرمج. احنا شفنا المره اللي فاتت في فيلم، معرفش اتفرجتوا عليه ولا لا، اللي هو وول اي. ده فيلم جميل جدا يعني، تمام؟ حطيته على التليجرام عشان كلكم تشوفوه. في برضه فيلم تاني اسمه، ده اللي هنشوفه بقى المره دي، بيج هيرو 6. ده فيلم ظريف، واد بيخترع روبوت وهكذا، هيعجبكم ان شاء الله، تمام؟ وفي افلام تانية هنشوفها، يعني كل مره ناخد فيلم كرتون بس مش تتفرج عليه، بس حاول تتخيل ان انت اللي عامل روبوت. طب برمجه ازاي؟ طب برمجه بأني طريقه؟ طب وهكذا، فتبدا كل مره نطور نفسنا فيه، تمام؟ في حد عنده اي اسئله؟ لا
لو كبرمجة انا شفت الفيلمين وول اي وبيج هيرو 6 تمام. كبرمجة للاتنين تعتبر كسكراتش. السكراتش لوحدها لو دخلنا على لا بايثون ولا غيره هتكون لا كبرمجة سهلة. خلينا بس نقول مثلا بيج هيرو 6 هو بيكون الاخ الدبدوب الموجود ده ايه. خلينا نعتبر ان زر التشغيل بتاعه هو الفلاج الاخضر مظبوط. وان الفلاج الاخضر بريست بامب الاير اعمل بامب للاير تمام. فالجواه بامب فبيتنفخ فبيقدر يعمل كده. وان يو هير مثلا كلمة اي اعمل سكان شوف الالم فين واديله الدواء بتاعه تمام. ده كله وانت تقدر بقى تعمل البلوكات الخاصة فيك من اخر واحدة فيهم تمام. اللي من اخر خانة لسه ما كلمناش عنها بس انت ممكن تجي هنا وتقوله لما يحصل كذا تعمل كذا اللي هي الافيت. فهي دي الفكرة زي ما زياد كده عمل تبدأ تفكر لو انا مكان المبرمج ده هعمل ايه وهكذا. فنبدأ نفكر مع بعض كل واحد يفكر كده ويتفرج على الفيلم دوت مش مجرد فيلم كرتون بشوفه وخلاص وانا نايم. لا نفسح اعمل زي كده نفسي انا اعمل الروبوت دوت اعمله ازاي ونبدأ نفكر فيه ويبقى هدفنا ان احنا نعمل حاجة قوية جدا ان شاء الله. اتفقنا؟ تمام. هتلاقي الموضوع سهل جدا. لو سمحت انا اريد ان اتعرف عليك شخصيا لاني احسبك من اصحاب العقول الضخمة. الله يكرمك يا هندسة شرف ليا في اي وقت يعني انا موجود على التليجرام كلمني ونتعرف على بعض ان شاء الله. لا انا اقصد بمعنى معرفة شخصية يعني نحسبها صداقة. تمام ممكن ان نستفاد من خبرات بعضنا البعض. ياريت اتشرف يعني انا احب اتعلم من كل واحد فيكم ونتعلم مع بعض ان شاء الله. امين. تمام ونتعرف برضو على حمزة والشباب كده ان شاء الله كل مرة ان شاء الله نطور نفسنا نتعلم منكم ولو في حاجة اقدر اقدمهاكم نتعلم فيها بإذن الله. اتفقنا؟ تمام ماشي كده كنا كل خير والاسبوع الجاي برضو وهستناكم الساعة 2 ان شاء الله. الله يكرمكم ان شاء الله.